السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده شو موقع تشير 360، ده موقع تبع اوتوديسك. تقدر فيه ان انت الموقع بتاعك او المبنى بتاعك تقدر تدخل كل المعلومات والسنسور، وتقدر تتابع كل المعلومات الخاصة بالمبنى. طيب دلوقتي اقول له انا عايز ادخل على ديمو، فبيبدأ يحمل لي المبنى كله على المتصفح، مش محتاج ان انا اسطب اي برامج خالص، كله من خلال المتصفح. طبعا المبنى معمول بتقنية البيم. اجي هنا اقول له انا عايز مثلا دور معين جراوند مثلا، هيبدا يجيب لك كل العناصر الموجوده في الجراوند، الدور الاول الدور الثاني الثالث وهكذا. وكل واحده من دول تقدر تقول له انا عايز غرفه معينه، فبيبدا يجيب لك الغرفه ديت، يعمل عليها زوم. لو عايز ترجع الاول خالص هتقول له انا عايز المبنى اهوت. طيب انا اقول له اظهر لي السنسور ليست، دي كل السنسور اللي موجوده في المشروع، تقدر تعرف اسم كل واحده فيهم. وزي ما انت شايف بيبدا يجيب لي النتائج، النتائج دي الحقيقية اللي بتحصل دلوقتي ثانية بثانية. تمام، ده السنسور هو بيبدأ يجيب لك المعلومات بتاعته زي ما انت شايف. طيب ممكن تقول له ايه، فعل لي سنسور بلوتس ديت بحيث ان هو يبدأ يظهر لك المعلومات، او تقول له لا انا عايز بس الاسم بس. سنسور بيبدأ يجيب لي سنسور الموجود في قلب المبنى، اول ما تقرب على واحد فيهم بيبدأ يجيب لك اسمه ويجيب لك المعلومات بتاعته ويجيب لك الشغل بتاعه كله. طيب ممكن تقول له انا عايز اشوف السنسور دوت اهوت، بيبدأ يظهرهم لك. ده المعلومات، ده الداشبورد، بيبدأ يظهر لك الداشبورد اهي. ده الحاجات الخاصة بالـ CO2، متابعة الـ CO2 اللي بيحصل، درجة الحرارة، الصوت، كل الحاجات دي ممكن تدوس عليها يبدأ يظهرها لك زي ما انت شايف. بيلدينج نافيجيشن، هتبدأ تظهر لك المبنى كله، تقدر تختار أنهي جزء اللي أنت عايز تشوفه، يبدأ يجيب لك يعمل لك عليه زوم، فتقدر تشوف كل المعلومات اللي انت عايزها عن المبنى دوت. وتقدر تقول له انا عايز اشوف سيكشن، من خلال الاسهم ده تقدر تعمل سيكشن وتشوف الجزء من المبنى اللي